يعرفوا مصر النهارده فيها ايه. النهارده مدير امن الجيزه عمل حركه لطيفه جدا، كنا دايما بنطالب كل المسؤولين سواء في جهاز الشرطي في الداخليه او المسؤولين التنفيذيين في الحكومه انهم يعملوها حتى رؤساء الاحياء، وهي فكره النزول من المكاتب الى الشارع علشان نشوف الكلام اللي احنا بنقوله في بلساننا ده بيتطبق ولا في الشارع حاجه ثانيه. النهارده عملوا كمين، بس مش كمين ظاهري بقى، مدير امن الجيزه تنكر في ملابس مدنيه، خلع البدله الرسميه بتاعت وزاره الداخليه ولبس ملابس مدنيه، واصطحب معاه مدير مباحث المرور اللواء محسن حفظي قدام حضراتكم اهو، نزل ومعاه مدير مباحث المرور وركبوا ميكروباص. كويس؟ وقف الميكروباص فين؟ في شارع الهرم. خد الميكروباص هو ومدير مباحث المرور، وزي اي اتنين مواطنين ركبوا الميكروباص ومشوا في شارع الهرم، فوجئوا بسواق الميكروباص. هم فوجئوا، بس هم الحقيقه هو ده اللي بيحصل بصفه يوميه. فوجئوا في نص شارع الهرم ان الميكروباص ركن على الجنب وقال لهم يلا يا ركاب اتفضلوا انزلوا ده اخر الخط. فمعظم الركاب استجابوا اذعانا ويعني استسلاما، ما عندهمش حاجه يعملوها لانهم عارفين انهم هيقفوا ياخدوا ميكروباص تاني بفيزيتا تانيه ولا باجره تانيه لحد اخر شارع الهرم، مع ان القانون ما بيقولش كده واللوائح ما بتقولش كده. واحده ست بس حبت تبنبق، واحده ست حبت تقول يا ابني لا انا راكبه لاخر الخط ومش هنزل ومعيش فلوس تانيه اركب بيها ميكروباص تاني يوصلني لحد البيت. فالراجل زعق فيها السواق وقال لها بقول لك ايه يا ست انزلي هنا ما تخلينيش افطر عليك. فلقى قفا محترم مسكه من قفاه قال له تعالى بقى، وهنا ظهرت شخصيه مدير امن الجيزه الحقيقيه اللي هو محسن حفظي، وخده وحوله للنيابه بتهمه طبعا مخالفه القانون. ومش بس كان عامل كده، كان 28 مخبر من مديريه امن الجيزه مديهم اوامر ان هم يعملوا زيه، فجابوا 28 سواق ميكروباص وكلهم اتحولوا للنيابه بتهمه مخالفه القانون. يعني 28 مخبر نزلوا على 28 ميكروباص جابوا 28 سواق، مفيش ميكروباص ما كانش مخالف. ومدير امن الجيزه نفسه الميكروباص اللي نقاه هو مدير المباحث المرور طلع مخالف. يعني 29 من اصل 29، عشان تعرفوا كم المخالفات وكم احترام القانون في هذا البلد. ما عنديش كلام، بعد الفاصل هنسلم الجائزه 10,000 جنيه للفائز، ربما ال 10,000 جنيه دول يساعدوه في شراء محول كهربائي.